لكم تحية نضالية إلى جميع الأحرار والحرائر والحرات والحريرة كلها وأزول جميع التسليمات. اليوم موضوع ديالنا الخوت، وهو واحد الخصر اللي كان شراه محمد الحسن الثاني وباعه محمد السادس في ميريكان. هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. قبل ما نبدا، واحد المساله كانت طرقت لها واحد الاخت وكنشكرك عليها اختي، في الفيديو اللي هضرنا فيه على لي اخت اللي شرا محمد السادس. بيان سور راه ماشي غير الثمن هو هذاك، كيبقى دائما حتى لونتروتيان ديالو، راه كل ياخذوا الثمن ديالو، راه كاين اللي تفوق 10 و 15 مليون ديال الدولار ولا ديال الاورو كل عام كتخسر عليه، لان خاصو ايكيباج كيكون مخلص وكيتسنى لونتروتيان ديال الباطو باش يقادوه يصوبوه يمسحوه لي فيدونج لي لونتروتيان كله بصفه عامه، راه حتى هو كيبقى ياكل على الاقل واحد الخمسه ما بين 15 ديال المليون ديال الاورو كل عام. البلاصه فين كيحطوا فين غايستاسيوني يقولوا غايديو في المغرب ما كيخلص حتى شي حاجه، ولكن راه فيه ايكيباج اللي بيان سور غيكون الاكثريه ديالو كوار، وممكن تيخرج في المغاربه يديرهم معاهم في ديك البلايص وفين كيمشيو في ديك السفاريات وداك الشيء. دونك كيبقاو يتخلصوا هما جالسين حتى ترشق ليه الاخر يقول لهم يلا نمشيو لهنا ولا نمشيو لهنا، هذيك الساعه هي سميتها. دونك كنشكر الاخت اللي انتبهت لنا النقطه هذه. قالك هنا فيفي كوم دي روا دون لونسيان دومين دو روا دو ماروك دون لو نيو جيرزي، القصر في نيو جيرزي. قالك عيشوا بحال الملوك في القصر اللي كان ديال محمد ديال الملك المغرب في نيو جيرزي، لان اليوم هو باعوا لا كومون تما ولا سومي بوبليك، لان غادي يجي يشريه شي حد اللي غادي بريفي مع لا كومون وغيديروا فيه مشروع ديال غيردوه اوتيل وغيردوه فيه فهمتيني شحال من حاجه. قالك سي فو زافي ديجا لا سي فو زافي ديجا غيفي دو فيفغ كوم دي روا اي لي طون دو ديميناجي دون لو غاردن ستيت. قالك الا فايت لك حلمتي تعيش بحال شي ملك بحال الملوك، راه جات الوقيته فين تمشي يعني تحقق ليك هادشي بصح نيت. ولا كتمشي لا حلو لا ولا بيبليك ولا اي واحد كيمشي الا بغا اياه كيدخلوا فيه العقاوم دابا فهمتيني، اوتيل وداروا فيه بليزيور اكتيفيتي ولي بيسين والصالا والجاكوزي وداكشي كله ولي لي لي ودا انت تسمع شحال من حاجه دار فيه. قالك دو لو دومين دو ناتيرار كي اباري اوتخفوا au roi qui appartenait autrefois au roi du Maroc Hassan II ouvre ses portes aux résidents. القصر اللي كان ديال شحال هادي ديال الحسن الثاني راه اليوم دابا حل الابواب ديالو لي ريزيدون باش اللي بغى يجي يدوز فيه تما بيان سور خلاص. لا بروبريتي دو نيو جيرسي كي سيتون سور 500 اكر يعني الملك اللي في نيو جيرسي اللي المساحه ديالو هي 500 اكر، 500 اكر كتجي تقريبا هي 200 هكتار، هي 2 كيلومتر مربع 200 هكتار قل شي حاجه قليله. ايتي فوندو او ديفان موناك او 1983 كان باعوه للملك المغرب في 1983. كاين بعض الناس غادي يجي يقول لك وا هذا الشيء راه قديم شويه ما تقديم هذه، لا هذا الشيء راه داخل في نطاق اين الثروه، وباش تعطيك فكره ديال هاد الناس اش كيمشيو يشريو، وماشي عاد اليوم منذ سنين وعشرات السنين لا، هما دائما راه في اي دوله في العالم راه عندهم مثلا في فرنسا راه ما كاينش باتس، حنا عرفنا باتس بوحديه ياك وعرفنا شي تخربيقات، اما راه فرنسا راه باقي فيها 700 الف بروبريتي ديالهم في امريكان في طاليان في شحال من دوله، دوله اليونان في افريقيا في اسيا في امريكا اللاتينيه في ما مشيتي فهمتيني، لان هادو وسائل لتهريب المال فهمتيني. السيد راه عنده مساحه اكثر من مساحه المغرب شاريها هو. قال لك تصور معايا صاحبي مالك شاري على برا اكثر من دولته، اكثر من دولته المساحه ديال دولته ياكل لا. الوغ اخويا هي في 83 كان شراها الحسن الثاني ياك. لو دومين ما ايتي فيزيتي كون بواني دو فوا بار لو روا. قال لك في واحد المصدر كيقولوا جا ليه مره واحده
حسن الثاني. وفي مصادر في هذه المصادر كيقول لك اون بواني دو فوا يعني واحد الكبشه ديال اليد يعني ما فايتاش خمسه اربع المرات اللي مشى عليه. شوف بزاف في العقف كيشريو يعني الاملاك اللي سميتو غير كيخبعوا فيها الفلوس ولا غير كي فهمتيني يهربوا فيها الفلوس وداك الشيء. التصويره ديالو الحسن الثاني قال لك المغفور له انت اللي غفرتي ليه ما عرفتش اخو الناس كيفاش هما. قال لك محمد سينس بوسيدي دي بيان ايموبيلي دي بيان املاك في الجاردن ستيت. راه ماشي غير هذا اللي كاين بل كاين املاك في الجاردن ستيت مازال الشركه كيبقى متحفظين عليهم. انا لي داسان دو ا بريزونتي سا ماجيستي ا لا بروبريتي. واحد صاحبه هو اللي وراها ليه كي ايتي بروش دو لونيفرسيتي دو برينستون اللي هو قريب من جامعه برينستون. و سي فيس اون فريكونتي لونيفرسيتي فين ولاد الحسن الثاني راه قرا في برينستون شي واحد فيهم. ابخي سا مور اون 1999 من مور الموت ديالو في 1999 لو فيس ولدو محمد السادس a vendu le domaine de Jersey pour 22 millions de dollars. Mohamed Sadis بعتي ب 22 مليون ديال الدولار هاد لو دومين هذا. وتجي تقول لنا اين الثروه؟ شو شحال من عام وانت جالس كتنهب فيها وتسلب فيها والديك وجدودك وهو الى اخره وما تحشمش تجي تقول عباد الله. اتساءل باستغراب اين هي هذه الثروه؟ 22 مليون دو دولار كونتي دو سومرسيت لا كومين ديالهم هي ها هو تصاور فهمتيني. في الاخر غادي نخلي لكم عاوتاني واحد المونتاج صغير درتو ديال لا بروبريتي كي دايره وشنو فيها كتبدل الالوان مع الفصول. مثلا في الخريف كتبان لك حمراء صفراء في الصيف كتبان لك واحد الخضره في شكل في الربيع خضره اخرى في شكل يعني كتبدل في الشتاء كتولي بيضاء ثلج وداك الشيء. قال لك سيدي اجوردي لو سيت سير دو ليو بور لي مارياج اي ابريت لو ريستورون نينتي اكر. اليوم دابا ولاو كيستعملوها الزواج فهمتيني اللي شراوها شنو داروا فيها كيديروا فيها الزواج لي ريستورون في ريستورون معروف مشهور تما ديال الهاي كلاس تاكل ما نعرف الليله بشحال تقاد عليك تما اون بليس دون فيرم وفيها فيرما وفيها اون ايكول مدرسه وسجود مان دون لا بروبيتي 24 ريزيدونس وزاد 24 ريزيدونس بريفي دو لوكس فلامبون دو نوف. Les raisons de Natirar ont été conçues par le célèbre architecte Bob Hiller. يعني هادشي صابو الارشيتكت بوب هيلر هو اللي صاب هاد زادو فيه زادو كبروه وداكشي. هو بعدا راه كانت فيه تقريبا راه فيه شي 500 ولا جاك شي 600 شومبر هو ديجا عاد زادو هادشي بوحده. لي ريزيدونس دو لوكس ريسبيرون لا رومانس اترافير لا بوتي دو لور اركتيكتور بيان سور داكشي صاب هاي كلاس قال كيتنفس الرومانسيه ديال الجمال ديال الهندسه. Leur jardin luxueux ou jardin d'idées home de luxe se concentre sur la vie simple. Selon le site officiel, les propriétés de résidence bénéficieront de commodités et d'un style de vie de villégiature. Il y a une la petite de la le village, le bio, ça coule de chez Coulo. Vivre aujourd'hui sur les salles de sport, la piscine, aussi d'aller à. فهمتيني داك الشيء كل شيء اتا ديسبوزيسيون دون لا ميزون دو لو غيف. دونك هذا هو سميتو هذا هو كيف قلنا نمشيو لهنا شنو كاتبين عاوتاني هنا. انا سيدي لو دومين اي نيويورك ابارتوني تو اوتر فوا ان روا ماروكان ميتونون سافا ايتر ان اوتيل دو لوكس دو اوتيل دو لوكس كندير حتى هنا كيقولوا نفس الهضره تقريبا هما زايدين شي حاجه. Ancienne propriété de feu de Hassan, la manoir Natirar, ancienne propriété de feu, le roi Mohamed, le roi Hassan II du Maroc. Dans cet hôtel, vous séjournerez véritablement dans une suite royale, fait les suites royales, Natirar, ancienne résidence 91 d'un roi marocain situé à Pipik et Gladstone. رجوان على الشين دوتيل هذا على الشين اللي شراتو
لوكس براندري ب 66 نوفيل شامبر في 66 نوفيل شامبر شي سمي 66 دون لا مانوار هيستوريك سلون ان كومونيكي دو بريس دو براندري. Le développement comprendra également des résidences permanentes situées sur le domaine. Des unités coûteront 1,4 million de dollars et plus de 3 millions de dollars chacune. كل واحدة فيهم من مليون و 400 مليون دولار حتى ثلاثة كل واحدة فيهم الإقامة اللي تزادت تما. Chacun a rapporté Forbes. Hassab Forbes. L'hôtel et les résidences seront dotés d'équipements de luxe. Kulchi équipement de luxe pour les activités plein air. Que fait les activités live plein air ou les activités les rois. Il y a une idée qui dérouve. Notamment la spa, piscine, cours de tennis, activités plein air telles que la randonnée ou l'équitation, ou le khayl, le khoyoul, ou d'akshismit. La propriété comprend également un restaurant de la ferme de table, fait un restaurant, fait un. Malinesh, n'est-ce pas rien. Tchera, en 1983, sur la recommandation de Malcolm Forbes, car ses fils fréquentaient l'époque l'université Kivgna, il n'a visité la propriété qu'une poignée. Deux fois avant sa mort, Chefashi Marat Hassan Thani, le grand a acheté le domaine en 2003. En 2003, propriétaire, le Robert Wojtowicz est actuellement propriétaire de la propriété dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et prévoit la rénovation. Il y a une chère ma bin ou bin la commune, directement. L'Ikhdato, bien sûr. L'Ikhdato. Le nouveau développement maintiendra la maison historique et gardera bien sûr la digérée, bien sûr, dans l'Ikhdato, bien sûr, dans antique. Il y a une chère qui est la barra. مديني ما كيقصوش كاردها لا فيرم وفي لا فيرم تا هي لي ريزون دو نيزون فيفون كوتي دو لا فيرم اللي يعيش حدا في لا فيرم يعني داير لك 700 بلاصه فين تعيش فيه تما سميتها نو بوغيون اتر بلو اونوري دتر لي زانتوندون دو لارتيغار ا ديكلاري فونداتور دو مونتاج انترناسيونال نزلوا مرة فرحانين بهذا الشيء والله الله يزيد بيان سور زيد اخو ويكيبيديا شنو كتب عليه تا هو لا لي تا هو ويكيبيديا هي تخلي لكم هادشي اللي تقراو ريسكم اخويا زيد حتى هي شي تخربيقات و ها جا فين جا حدا نيويورك بحال خارج من نيويورك فهمتي بحال الا غادي ل سميتو ف بحال الا غادي للغرب وراه كتخرج من نيويورك بشي حاجه هو وكاين تلقاه تما ايوا صافي وانت تمشي عند الله خويا المغربي عندك تمشي تدوي على حقك ولا شي حاجه فهمتي خليهم هما يعيشوا وانت تتسنى تمشي عند الله وديك الساعه خليكم اخويا مع هاد الصور وتحياتي لكم والى الفيديو القادم تدوي على حقك بركه من السكات صاحبي بركه رعي قناة السابعة تحياتي لكم هاكم بروك.